السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني وأخواتي حياكم الله، وأهلا وسهلا بكم جميعا في درس جديد. في حصة اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على كيفية القيام بالبحث المتعدد، بحيث لو عندي مجموعة من الحقول في جدول معين أستطيع البحث عن قيمة معينة داخل كل هذه الحقول دفعة واحدة. مثلا على فرض أن عندي هذا الجدول هو الذي من خلاله سأقوم بعملية البحث. مثلا لو قام المستخدم فقط بكتابة حرف A سيتم البحث في كل الحقول وفي كل الأعمدة عن جميع الكلمات أو جميع البيانات التي تحتوي على حرف A، ويتم عرضها داخل داتا جريد فيو، يعني تماما أو تقريبا مثل محركات البحث. بمجرد ما أن تكتب جزء من الكلمة يتم إظهار جميع البيانات التي تحتوي على ذلك الجزء من الكلمة الذي قمت بإدخاله. المسألة سهلة جدا إخواني وأخواتي، سنقوم إن شاء الله بإنجازها الآن بحول الله. بالنسبة للفورم فهو بهذا الشكل، يتكون من أداة داتا جريد فيو ومن مربع نص تكست بوكس ومن ليبل. بالنسبة لعملية البحث سنبحث في الحدث select text changed، يعني كلما تغيرت قيمة تكست بوكس يتم عملية البحث، لسنا في حاجة إلى زر مثلا عند الضغط عليه يتم تنفيذ عملية البحث. واضح إخواني؟ هذا فيما يخص بالنسبة للفورم الذي سنشتغل عليه في الفيجوال سي شارب. بالنسبة لقاعدة البيانات فهي عادية جدا، هذه قاعدة البيانات أسميتها employees للعمال، تحتوي على جدول واحد وهو table employee، يحتوي على البيانات التالية: كل موظف له ID وله اسم كامل وله address وله مهنة وله عمر. هذه البيانات بحول الله سنظهرها الآن في أداة data grid view بعجالة. ندخل إلى نافذة الكود كما رأينا في دورة السي شارب. في التعامل مع قواعد البيانات من نوع SQL Server يلزمنا جلب مجال الأسماء system.data.sql client، ثم نعلن عن الكونكشن، نسميها CN مثلا يساوي new SQL connection، وهنا نضع connection string. بالنسبة للكونكشن string عندنا السيرفر يساوي .sql express لأنني أشتغل محليا، وبالنسبة للداتابيس اسم قاعدة البيانات اسمها employees أو نعم صحيح employees. طريقة الدخول integrated security عندي true، لا توجد password للسيرفر integrated security يساوي true. انتبهوا جيدا إخواني وأخواتي، لا ينبغي الخطأ في هذه التعليمات: integrated security يساوي true، database يساوي employees، والسيرفر يساوي SQL Express. هنا أعمل دبل باك سلاش أو أكتب باك سلاش واحد وأكتب أروباسك هنا. هذا فيما يخص لص الاتصال. سأحتاج إلى دات أدابتر SQL دات أدابتر أسميه DA، وسأحتاج إلى داتا تيبل يساوي نيو داتا تيبل. هنا في الانيشاليز كومبوننت سأقوم بتعبئة داتا جريد فيو. أول شيء أقوم بجلب البيانات عبر الدات أدابتر يساوي select، سأجلب جميع الحقول select star from، اسم الجدول table employee، هنا أضع اسم الconnection، ثم أعبئ أداة data table data adapter dot file dt، ثم أنسب data table كمصدر بيانات للdata grid view this dot data grid view 1 dot data source يساوي dt. أشاهد على بركة الله يقول هنالك خطأ. نعم، قاعدة البيانات كتبتها خطأ، يقول لي employees غير صحيحة، هذه القاعدة التي كتبتها غير موجودة تماما، هنالك حرف الأو ناقص. جميل جدا، هذه البيانات الموجودة عندي في قاعدة البيانات، قمت بعرضها داخل أداة الداتا جريد فيو. الآن على بركة الله سأقوم بالبحث، يعني مثلا لو كتبت حرف، مثلا كتبت SH سيتم البحث عن جميع البيانات التي تحتوي على هذا الحرف، سواء كانت ID أو full name أو address أو job، ويتم عرضها. مثلا في SH سيتم عرض العنصر الأول فقط، وهكذا. مثلا لو كتبت حرف A سيتم عرض جميع البيانات التي تحتوي على حرف A، كتبت حرف M سيتم عرض جميع البيانات التي تحتوي على حرف M في نفس زمن كتابتها، يعني في text changed. كيف ذلك؟ الأمر بسيط جدا إخواني وأخواتي،
نقوم بنسخ أوامر التابعة لربح الوقت، نعمل لها كوبي، ثم نأتي وندخل إلى الحدث text changed الخاص بالtext box. إما أن نأتي إلى هنا ونختار events ونختار text changed double click، أو مباشرة double click على text box. هكذا نلصق الكود، ونحتاج إلى تفريغ data table أولا قبل تعبئتها بالبيانات الجديدة. هكذا. وهنا الشرط، ما هو الشرط؟ وهنا بيت القصيد، ركزوا معي جيدا إخواني وأخواتي. سنكتب where id، يتم البحث من خلال id plus، هنا يكمن التقنية plus، ثم الحقل الثاني عندي ما هو اسمه full name، ثم address، ثم job. full name address job، دائما أدمج بينهم بالعلامة زائد لكي يتم القيام بالبحث المتعدد. where كل هذه الحقول، إما أن نكتب تساوي ليكون البحث مطابقا، أو نكتب لايك يعني فقط للمشابهة. لايك هنا علامة النسبة المئوية لتكون البداية لا تهمنا، ثم بلس تكست بوكس 1 دوت تكست، ثم أدمج، ثم أغلق المزدوجة، ثم أضع النسبة المئوية مرة أخرى، ثم أغلق string، ثم أغلق الاستعلام كاملا. ما معنى هذا الأمر إخواني وأخواتي؟ قلنا له أجلب لي كل البيانات star من جدول العمال table employee where، بحيث يكون ال id وال full name وال address وال job واحد من هذه الحقول أو كل هذه الحقول يشابه الجزء المكتوب في text box 1.txt. وهنا النسبة المئوية في الأول والأخير لكي لا نقارن بالأول والأخير، يعني مثلا كتبت حرف A يتم جلبها من أي مكان، سواء كانت في البداية أو في الوسط أو في الأخير، وكذلك بالنسبة للنسبة المئوية الموجودة هنا في النهاية. واضح إخواني؟ بعد أن يقوم بالبحث يتم تعبئة الداتا تيبل، ثم يظهر النتائج في الداتا جريد فيو. على بركة الله نشاهد. سأكتب هنا مثلا حرف H، حمدي مثلا. قام بالبحث لكن في الأول لماذا لم يظهر H؟ أي نعم، لأن كل البيانات على ما أعتقد تحتوي على حرف H. صحيح، لاحظوا كل الشوارع الأدرس تحتوي على حرف H، لذلك حينما كتبت H أظهرها كاملة، لكن حينما أضفت حرف A سيظهر فقط الذين عندهم H و A، أو أضيف حرف M سيظهر لي حمدي لأنه هو الوحيد الذي يحتوي على هذه البيانات. مثلا نأخذ شارع منفرد، مثلا هنا رشد، سأكتب رشد فقط. لاحظوا جلب لي العنصر الذي يحتوي على هذه الكلمة. مثلا في المهن سأبحث عن الأناليست فقط، لاحظوا أبحث عن الديزاينر مثلا. مجرد ما أن أكتب الحروف الموجودة في سطر من هذه الأسطر يتم عرضها. هكذا تتم عملية البحث إخواني وأخواتي. كتبت مثلا واحد، تم عرض جميع البيانات التي تحتوي على واحد، لأن هنا أيضا يوجد واحد في الأدرس، وهنا واحد يوجد في الأيدي. كتبت مثلا أحمد، سيتم جلب أحمد. خالد، سيتم جلب خالد. هكذا تتم عملية البحث المتعدد إخواني وأخواتي، والسر هو البلس. طيب لعل بعض الإخوة يتساءلون لماذا لم أقحم حقل الإدج في عملية البحث المتعدد؟ السبب إخواني وأخواتي هو أن حقل الإدج نوعه إنتجر، نوعه إنت، وهنا الدمج ينبغي أن نقوم بتحويله. مثلا إذا أردت البحث بالإدج أيضا ينبغي أن أحوله عبر الدالة convert الموجودة في SQL، يعني أكتب plus ثم convert، أفتح القوس، أريد تحويله من نوعه الرقمي إلى varchar لكي يتم دمجه مع باقي النصوص، ثم فاصلة اسم الحقل، اسم الحقل هو H. هكذا بكل بساطة ننفذ على بركة الله ونشاهد. الآن سيصير بإمكاننا البحث بالإدج أيضا. سأكتب مثلا الأشخاص الذين عمرهم 31، عفوا هنا 31. لاحظوا قام بجلب السطر الذي عمر صاحبه 31 سنة، مثلا الأشخاص الذين عمرهم 25 سنة. لاحظوا يعني عملية البحث تتم بشكل جيد. أتمنى من الله العلي القدير أن تكون الأمور واضحة إخواني وأخواتي. يعني أعتقد ليس في المسألة جديد باستثناء الرمز زائد الذي يستخدم من أجل دمج مجموعة من الحقول دفعة واحدة. وبالنسبة لأمر التحويل هذا يعني معروف في لغة SQL، يوجد الكونفيرت، ويوجد أمر آخر يعني نسيته لكنه موجود في كتاب الشرح الوافي، وكنت قد دونت في ذلك الكتاب. أيضا بالنسبة لعلامات النسبة المئوية فكما قلنا إخواني وأخواتي لكي لا يتم تحديد
أو لكي لا يتم أخذ البداية والنهاية بعين الاعتبار. فيما سوى ذلك في المسائل العادية مثل ما رأيناها سلفا. نكتفي بهذا القدر إخواني وأخواتي، أدعو لكم بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.